يا مسلم البراك مسيت بالخير، ولا بيني وبينك علاقة وطيدة، ما جيت بي منحة وخمطة الدنانير، ولا صورتي تظهر معك بالجريدة، ما جابني غير الشعر والتعابير لعام كامل والمشاعر جميدة، حلت زكاتي في قصيدي لكم مير، أنته نصابي في زكاة القصيدة، يجعل كفي لا لمس كفه ينير، ولا وريدي ينعقد مع وريدة، عز الله ان صدري نبت لك نواوير، ويا كم هجوس شايلت لك نشيدة، الليل هذا غير وانته بعد غير، ويا جعلها ليلة وفرصة سعيدة، مواقفك هزت جموع وطوابير، وبسبتك بنعيش عيشة رغيدة، ذمتك لا للبيع ولا هي التأجير، ولنته من اللي حبله يلوت جيدة، الله عطاك من القبل والتباشير شي يزعل كل نفس طريدة، ماني بقايل أنت شوق الغنادير إلا بقول أرواحنا لك زهيدة، ماني بقايل أنت شوق الغنادير إلا بقول أرواحنا لك زهيدة، افتش رجولك خاف فيهن جنازير، أشوفك الدكة الحصون العتيدة، الله يعيض الشعب فيك أنت يا مير، ويذوب عن حال المواطن جليدة، ولا بارك الله بسارق الدار والعير اللي بست شهور ضخم رصيدة، هو يحسب انه ذاق حلو المصاغير، ولا درنه واقع في مكيدة، ما يدري انك حامي الا الدساتير، وانك تصيدهم شريدة شريدة، وانك تحسب حساب حتى عش الطير، والمال مال الشعب ما هي الايدة، عندي سؤالين وبي منك تفسير، جواب لا الاثنين بجملة مفيدة، هل يصلح العطار ما يفسد الغير، والثاني هل نشهد حكومة رشيدة؟ شاعر فواز الكثيري أصر أن يقدم هذه القصيدة لأبو حمود مسلم البراك، والورد ياي والكاكاو موجود، مدلع اليوم أبو حمود عندنا في الراديو. الله يجزاهم خير، لكن أنا أمام يعني هذا الوضع لا أملك إلا أن أقول كلمة واحدة، وأنا يعني والحمد لله أني بار بقسمي، أقسم بالله لن أخذل الناس، وهي رسالة وجهها الآن. نعم. إني قسما بالله لن أخذل الناس، ولن أجعل بإذن الله أي مواطن أو مواطنة يشعرون في يوم الأيام أنني خذلتهم وابتعدت عن مصالحهم أو أني أسأت للدستور، بإذن الله سأكون مدافعا عن دستورهم وعن حقوقهم وعن مستقبل أجيالهم.